ولكن خلونا نبدأ بأول حاجة الكشري. كشري العدس الأصفر ده معروف، غير الكشري التاني. الكشري التاني بيدخل له مكرونة وحمص وعدس أبو جبة وشعرية، حاجات كتيرة يعني. مقادير الكشري على الشاشة. الكشري مشتقاته طبعاً أو مقاديره رز وعدس أصفر وبصلة ناعمة. أنا بحب دايماً أحط له فص توم حلو والورق اللورة والحبان. الكشري من الأكلات الموثقة من ضمن الأكلات المصرية الشعبية اللي احنا كلنا عارفينها، وطبعاً في أي مكان في الدنيا هي موثقة، أكلة مصرية ثم مصرية ثم مصرية بطعم مصري، لأن العدس من أرض مصرية. أكيد يعني طيب. بناة الأهرام اعتمدوا على العدس وشوربة العدس في بناء الأهرام. حلو طبعاً. حلو. يعني أيوة عايز الثقافة دي بقى في المطبخ. لا لا فعلاً. أيوة. يعني حتى إحنا كمان دي عادة متوارثة من أيام قدماء المصريين لحد النهاردة، إحنا بنعتمد كأكل أساسية في الشتاء على شوربة العدس. مظبوط. هي دي اللي بتديك طاقة وكلها مكونات مفيدة جداً وفي نفس الوقت بسيطة وسهلة الإعداد. البروتين بتاعه حلو قوي. جداً جداً طبعاً، فيه ثوم وبصل وده حاجة ليها علاقة غير بالمناعة. الإضافات يعني. طبعاً أكيد غير الإضافات، المناعة بشكل كبير بتعتمد على الثوم والبصل اللي هم مكون أساسي ورئيسي في شوربة العدس. ما شاء الله انت مثقفة كمان. لا انا زويخة يعني. لا بمطبخ ولا بندوق. لا ده حلو، ده على فكرة مطلوب انك تكوني عارفة القيمة الغذائية بتاعت محتويات الأكلة. يعني البصل والثوم فعلا مضادات أكسدة، مناعة، قيمة غذائية عالية جدا، عشان كده هو داخل في كل حاجة. يعني بص انا متحمسه جدا للي احنا هنعمله النهارده. وعلى معركه النهارده اكيد انا شايفه اكتر من حاجه. يلا خلينا نبتدي. نتوكل على الله. يلا نبدا باول حاجه الكشري بتاعنا، لانه عايز وقت كبير على النار. مقاديره شفناها مع بعض. نبدا في الطريقه الاولى، ان احنا نحمر البصلايه في شويه زيت. انا بحب كده الكشري بيبقى هو بيتعمل ممكن رز وعدس. هو انا جدتي كان عندها معلومه دايما بتقول ان البصل خليه يتبل قبل ما تحطي له زيت. يتبل خالص. يتبل. انت تشوحه على النار بدون زيت علشان يطلع الميه اللي فيه، فما يعملش اي انتفاخات في المعده. او ممكن نحط له شويه ملح، ونحط له شويه ملح كمان، وبعد كده نروح نضيف الزيت. مستعده طبعا للاسئله بتاعتنا. يلا بينا. الاستاذه اميره المذيعه المتالقه على شاشه القناه الاولى، خايفه من السؤال بعد. لا مفيش سؤال سهل، واضح الاجابه انا عرفتها من البدايه. بتتعزمي في رمضان ولا بتعزمي؟ اكيد بتعزم. اكيد بتعزم. اكيد بتعزم. اللي هو انا ليه هعزم لما ممكن اتعزم؟ دي اسهل يعني. انا عارف ده اذا جاي لي عزومه بالظبط. يعني فكره ان انت تروح تود. انا بالنسبه لي الفطار في رمضان هو عباره عن زيارات عائليه. شهر رمضان الكريم هو صله رحم من الدرجه الاولى طبعا، لانه طول السنه طبعا الدنيا تلاهي ومشاغل، ويمكن ما بنقدرش ان احنا نكون متواجدين مع بعض بسبب سرعه الزمن. ده طبيعي جدا. مزبوط. والاحداث الكتير والايام بتجري بسرعه، فشهر رمضان ده بيكون مكرس. بس فرصة. احنا بنفطر بالظبط فرصه ان احنا نفطر مع الاهل والقرايب، ونشوف الاطفال اللي من سنه لسنه بيكونوا كبروا طبعا. بتبقى اجمل حاجه فكره اللمه على السفره دي، يعني وقت الفطار. فانا بالنسبه لي حتى فكره ان انا افطر بره في مطعم في رمضان، لا دي بعيده خالص عني. هي لازم كلنا نفطر في بيوت، يا اما معزومين يا اما نازل. عازمين دي بس ايه، دي قليل جدا يعني. قليل جدا بصراحه. بتخش المطبخ يا استاذه اميره في رمضان ولا في المطلق؟ لا يعني عموما، يعني احنا بنتكلم في رمضان وفي المطلق يعني. في رمضان بصراحه انا ما بعملش غير مع ماما مثلا تساعديها. الوالده شاطره زياده عن اللزوم، فبالنسبه لها ما حدش يقرب من المطبخ وانا فيه. هم الامهات الشاطرين في المطبخ ما يحبوش حد يخش المطبخ. بالظبط. فده للاسف بينعكس سلبا ان انا مش شاطره قوي بصراحه. لكن لما بكون قد المسؤوليه، اللي هو انا داخله اعمل حاجه لبابا، لان بابايا يعني الناس الكبار في السن عاده ما بياكلوش اكل بيت خالص. حلو. ولا بياكلوا اكل من بره، فبالنسبه لهم الاكل لازم يبقى معمول دلوقتي. فتبقى دي فرصتي الوحيده ان انا داخله اعمل لوالدي اكل. حلو. واطلع انا اطلب لنفسي اكل. بس انا عارف ان حضرتك مشهوره في العيله بصينيه البطاطس. صينيه البطاطس بتاعتي أسطورة. اسطوره، لان انا مجربه احط لها انجريدينتس مختلفه، يعني بزود عليها الجزر المتقطع بالطول. كمان الفلفل الرومي. الرومي بالظبط المتقطع بالطول. مع البصل والبطاطس، وبكتر بقى البصل اكتر من البطاطس عشان خاطر يبقى طعم الصينيه مسكر. طعم البطاطس نفسها مسكر، والصلصه لما نضيفها عليها تبقى حتى مسكره من حلاوه البصل. الكرمله بتاعتي. بالظبط الكرمله بتاعتي. انا عشان بس الساده المشاهدين يعرفوا ايه خطوات سير العمل عندنا. انا حاطط بصلايه بتتحمر هنا في شويه زيت، بدورها كده علشان انزل بالعدس والرز. اوكي. ادورهم كلهم مع بعض. ده بالنسبه للكشري. تمام. انت عارفه ان المطبخ دايما انا بقول هو مفتاح السعاده الزوجيه والعائليه، هو كمان الرساله الحلوه اللي بتحب انك انت من مكانها
توصلي رساله للاسره، لزوجك، لعائلتك، لمحبينك، يعني عايز تعملي اكله حلوه فدي رساله. بص انا مؤمنه تزيني طبق السلطه دي رساله، وهكذا يعني. انا مؤمنه بعلم الطاقه يعني. لو انت عملت لاهل بيتك اكل بحب وانت فرحان ومبسوط، الحب اللي جواك والطاقه اللي جواك هتبقى تنتقل لهم عن طريق الاكل. حلو. انا مؤمنه بده جدا يعني. اكيد انا مع فكره ان انا لازم اعمل اكل لاولادي ولزوجي، ده اكيد. حلو. عشان ده نوع من انواع التعبير عن الحب ونقل طاقه الحب والمشاعر اللي هي فيها. يعني نيتك تكوني طباخه ماهره وشاطره زي ماما دي جواك، بس أكيد. دي اهم حاجه، دي 90% من الوصول للقمه يعني في تعليمك للمطبخ. لا لا، النيه موجوده. طيب انا كده حطيت الرز مع العدس بالشكل ده كده، اوكي، وبقلبهم مع بعض. بنحط لهم الميه امتى؟ الميه لما بس هما يحسوا يدفوا شويه مع بعض. اوكي، ده الملح. الملح، بذره الملح. حابين نحط شويه فلفل اسود صغيرين كده، اوكي، عشان يعني نغير طعم الرز مع العدس بس، وخلاص. ونسيبهم كده يتشوحوا على النار. وعندنا هنحط ميه عاديه خالص، بس انا مش بستخدم الميه كده، دايما بحط لها شويه بوكي جرنيه من الجزر والكرفس والبصل. حلوه قوي ده، عشان يديها طعم مميز. زي الفل كده، تمام. بتسيبهم على النار بالبركه. عايزك تغرف الكشري. بسم الله. طبعا. ايوه، ايه رايك في الكشري؟ والله شكله يجنن. بسم الله. ممكن نحط عليه بيض لو احنا حابين. احنا ممكن ندحرج البيض، في امكانيه ندحرجه في سمنه أرجوك. بلدي أرجوك. يعني انت اكلت الاكله دي قبل كده؟ طبعا طبعا. احنا اصولنا برضو كشري مصري بالبيض المدحرج. مفيش حد اصوله مش مصريه. يعني اصوله اللي هي مثلا، يعني احنا مثلا من المنصوره او من الدقهليه. حلو. مفيش حد اتربى او اهله اتربوا في المحافظات الا وكان واخد الاكل التقليدي بتاعهم. يعني احنا مثلا دي عندنا مثلا لو هناكل معاها جرجير او هناكل معاها بتنجان مقلي، برضو دي حلوه. طبق بتنجان مخلل ده عدلها برضو الاكله دي. بالظبط. سبق سلطه حلو فيه سبايسي كده، شويه سمنه حلوين كده اهوت للبيض. الله، انا متحمسه جدا. ايوه، متحمسه تدوقي الاكله دي. اكيد. طبق السلطه للاستاذه اميره العقده على السفره بيمثل ايه؟ بما انك بتتكلم عن السلطه. لا لا، انا اهم حاجه عندي السلطه. يعني في كتير يهتموا بحاجات في المطبخ، يهتموا بالديك الرومي، يهتموا بالفخده الضاني، بس يجوا على طبق السلطه دي اخر حاجه يفكروا فيها. هو دي الحاجه اللي ممكن اخش لها المطبخ مخصوص اعملها انا بايدي. انا بحب السلطه جدا. هي المفروض السلطه هي اول حاجه في الاكل، وبعد كده نفكر هناكل ايه. اعتقد ده الصح يعني. هو ده الصحيا مظبوط على فكره. طبق السلطه بيغلي واللي هي المكونات الرئيسيه اللي بتساعد المعده انها تشتغل اصلا، فيتامينز، الالياف، الميه الكفايه اللي موجوده في الحاجات الورقيات، الخيار، ده حاجه مهمه جدا. كمان هي كثقافه احنا لازم نورثها جيل لجيل، ان لازم طبق السلطه يكون موجود قبل الاكل نفسه، لانه هو الهرم الغذائي سلطه وبروتين. مكوناته بالظبط سلطه وبروتين وكمان كربوهيدرات اللي هي بتساعد ان انت تبقى شبعين، مش اكتر من كده. وكمان بتغلي في المعده، يعني بتشربي طبق شوربه، بتاكلي نشويات طبعا. حاجات جميله. طبق الشوربه في رمضان مهم جدا. انا مش من هوايه الشوربه قوي، لان انا بشق طبعا ببقى مليت معدتي خشاف وقمر الدين. واحنا محتاجين بس قمر الدين شويه او ميه ونقلب. عينيا في نعمله باللبن، ايه رايك؟ يلا نعمله باللبن. لبن وسكر. حلو قوي ده. انا ممكن انا اللي ادحرج البيض. ولا ايه؟ ماشي، تعالى. عايز تقف على النار. حلو، اجرب الموقف. طيب. ده تالي الزيت سخن كده خلاص او دي سمنه؟ دي سمنه. تمام. البيض اهو، يلا بينا. واحده واحده كده. بسم الله. ممكن نحط عليه شويه بهارات لو حابه. احطها دلوقتي صح؟ طيب بس عادي، حطيها عادي، مش هيحصل حاجه. لا ما تخافيش، العب. تمام خلاص. انا سفن اخر واحده. خلاص اخر واحده. حط عليه شويه بهارات. حط عليه شويه بهارات. طيب يلا بينا. شويه شطه. ايوه، عشان بس يحمر. خلاص كفايه كده. شويه بس شطه. بابريكا. بابريكا. ايوه بس دي من بعيد كده بقى. فلفل اسمر. ايوه من بعيد. ده الموضوع عايز خطه استراتيجيه. لا بس تمام، خليني بقى اقلبه. طيب تمام زي الفل. انا عايزه اقلبه كده تقريبا عشان خاطر يبقى كله متحمر زي الفل. وانت بتقلبي البيض المدحرج ده كده بقى، اللي مبسوط انك انت بتقلبيه، طلعينا فاصل. يلا بينا دلوقتي. ايوه، انتوا لسه بتتفرجوا علينا ومع الشيف مغازي في اكله امي على شاشه القناه الاولى. فاصل صغير وارجعوا لنا على طول، هنعمل حاجات جميله قوي قبل الفطار. رمضان كريم عليكم.
ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل مع الإعلامية المتألقة الشياكة والثقافة الأستاذة أميرة العقدة. أهلا بك. منورانا استقبال. الحمد لله تمام. أنا قد إيه مبسوطة إن إحنا بنعمل أكل مصري شايل حتى يعني إيه حاجة نوع من أنواع التاريخ بتاعنا. إحنا الكشري زي ما بيقولوا عندنا كشري اسكندراني أو كشري معلش إحنا بنسميه كشري الفلاحين. احنا بنحط كمان عليه البيض. اوكي السمنه البلدي. لا في حاجه كده حاجه تقليديه بنعملها انا مش عارفه اعملها صح ولا غلط بس هحاول. احنا بنحط بعد ما بنحط البيض بنحط السمنه نفسها على الرز على الكشري على الكشري عشان تكون ثواني احنا بنحطها كده عشان يبقى دي ماما علمتك كده او جدتي الله يرحمها تشوفيها كده بيحطوا عليه السمنه كده عشان خاطر تبقى شويه دسم. فاسمح لي انا هشيله بس احط ده كده. بس تسلم. ده كده اسمه الكشري اسكندراني او كشري بتاع المحافظات اللي هي سواحليه نقدر نقول عليه. أكل او الريف المصري الصعيد المصري بياكلوه دايما مش مكلفه الى حد كبير الحمد لله وفي نفس الوقت مغذيه قيمتها الغذائيه عاليه جدا. قيمتها الغذائيه عاليه قوي. احنا ممكن نحط لها بس حاجه للتزيين بسيطه خالص. ممكن نحط نعناع هيبقى شكله لطيف. التاتش بيهمك في الاكل يعني اكيد طبعا لان حلو. العين اوقات بتاكل يعني بتهتم بالطبق يكون شكله حلو بالظبط لان العين بتاكل يعني شفت العود النعناع الاخضر فرق ازاي في الطبق طبعا اكيد نور الطبق اكيد العين بتاكل قبل زي ما بيقولوا قبل البق ايوه اوكي انا تاني ماسك النعناع كتير كده لا خلاص تمام كفايه كده.